الملاحظة الثانية يعني شوفوا العروج، عروج النخل والسدر داخلة منه. هذا العرج الأبيض حق النخل والأسود هذا الصغير حق السدر. طبعا في عرج واحد قبل أنا قصيته ما صورته. فأي مجال يحصل الشجر، أي مجال يحصل يدخل في أي مكان، سواء منهولات أو أي فتحة يعبر. يعني هذا هو المنهول، سوينا بهالطريقة، سكرنا بالسيراميك أو بأي شيء يعني، هالطريقة من ثلاث جهات. هذه الخلطة اسمنت أسود، رمل أسود ورمل أحمر. هذا الأحمر أو رمل عادي بخلطه مع هذا الرمل بتساوي، وبعدين بخلط 8 مكاييل رمل بعد ما أخلطه مع مكيال واحد اسمنت. يعني أنا أبغي أقلل من قوته في حالة أن لما بكسره يكون هش يعني ما يكون قوي، فبزيد مكاييل الرمل. الاسمنت هذا من نوع القوي، خاصة اسمنت الشارجة هذا من أحسن ومن أجود الاسمنت. هذا رقم واحد، حتى لو تحطي 10 مكاييل يكون قوي يعني حديد. وشكرا.